السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. ان شاء الله النهاردة هنفرز مع بعض 2 كيلو بامية. 2 كيلو بامية بس يا ويدا، على قدينا. على فكرة انا ما بحبش تفريز البامية ولا اي خضار، بس مش مشكلة. مرات ابني قالت لها هنفرز بامية عشان بتحبها، قلت مش مهم، جبنا 2 كيلو قلت نفرزهم مع بعض. انا جبت ال2 كيلو غسلتهم غسلة حلوة جدا، وحطيت كل حبة في مصفى وتحتها طبق بالمنظر ده حبايب قلبي، علشان تصفي المية اللي فيها. طريقة سهلة وبسيطة بناتي حبايبي، سنة أولى جواز، سنة أولى طبخ. يلا نبدأ كلامنا بصلاة على النبي ونسمي باسم الرحمن. بعد ما سبت البامية اتصفت حلو جدا من المية اللي فيها، بنجيب فوطة هفردها بالمنظر ده وهنزل البامية كلها عليها. بعمل كده لأن مهما سبت البامية في المصفى هتلاقيها من النص مندية، فيها بردك مية، علشان كده بفردها على فوطة، وبكون محضرة فوطة تانية او حتة عندك بتاعت مطبخ نظيفة. هتفردي كل البامية بالشكل ده، وهجيب الفوطة او الحتة اللي تكوني محضراها وهنشف البامية. هنشفها حلو جدا. ليه هنشفها حلو جدا يا ويد؟ او احنا مش هنغلي مية ونحط عليها عصرة ليمونة ونسقط فيها البامية وبعد كده نطلعها نحطها تحت مية ساقعة؟ لا حبايب قلبي، الوصفة دي لقيتها سهلة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت. اهم حاجة تتأكدي ان البامية نشفت كويس جدا، وزي ما انتوا شايفين بحاول على قد ما اقدر انشفها بفوطة تانية. خلاص نشفنا البامية حلو جدا. هحاول ان انا انقضها. يعني ايه تنقضيها يا ويد؟ هشيل الحباية الصغيرة بتاعت البامية لوحدها والحباية الكبيرة لوحدها. في الوقت ده جبت طبقين، البامية الصغيرة هقمحها واحطها في طبق، والبامية الكبيرة بردك هقمحها واحطها في الطبق التاني، علشان خاطر لما تيجي تعمليها يبقى السوا واحد حبايب قلبي، لان البامية الصغيرة ما بتاخدش سوا، البامية الكبيرة ممكن تتأخر معاكي سنة في السوا. بالنسبة لتقميع البامية زي ما انتوا شايفين، هنجيب حرف القمع ونخلي السكينة بزاوية بسيطة اكن بنبري قلم، ومن تحت بنعين حتة صغيرة من حرف البامية بالشكل ده، علشان اعرف ناس كتير، مش بنات بس، ده ناس كبار بتشيل القمع من اوله لاخره حبايب قلبي. هي دي الطريقه اللي بنقمع بيها الباميه. اتمنى تكونوا واصله لكم حلو جدا. بصوا هي دي الطريقه حبايب قلبي. هعمل معاكم بردك حبه كمان. مفيش واحده بقى تطلع لي وتتفلسف عليا وتقول لي هو مفيش حد بيعرف يقمع باميه. في ناس كتير وبنات كتير ما بتعرفش تقمع باميه. هقمع الباميه كلها بالشكل ده. حطيت الكبير لوحده، هو مش كبير قوي يعني، هو وسط، والصغير قوي لوحده. خلاص متفقين؟ هخلص الكميه وهرجع لكم تاني. خلاص قمعنا كل الباميه ونقضنا الباميه الصغيره لوحدها والوسط ولا الكبيره لوحدها. هنعمل ايه بقى تانية يا ويده؟ ولا اي حاجه، هنجيب اكياس ونعبي الباميه. ايه رايكم؟ تفريز سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه. ولو عايزه تعملي بردك اي نوع خضار هتعمليه بالشكل ده. لو عندك ملوخيه هتغسليها وتسيبيها تنشف كويس جدا، وهتحطيها في اكياس، هتخرجي الكيس وتحطيه في الكبه وتضربيه بحبه شوربه صغيرين يكونوا باردين، وهتلاقي الملوخيه زي العسل. سبانخ نفس الطريقه، هنغسلها حلو جدا وهتصفيها وتنشف الميه وهتحطيها في اكياس. الحاجه الوحيده اللي عملتها وفرزتها على اي وضع كان وما طلعتش حلوه معايا الفاصوليا الخضراء. انصحك ما تفرزهاش ولا بميه سخنه ولا تفريز زي اللي انا بقولك عليه خالص، لان ما نفعتش معايا. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، هنحطها في اكياس. عايزه تفرزيها وتحطيها بالمنظر ده عشان بس الهواء بنخرج، انا بثبت عليها قوي عشان الهواء اللي في الاكياس يخرج. خلاص عشان ما تاخدش مكان في الفريزر. لا اما الطريقة التانية اللي انا عملتها، بمسك الكيس بالمنظر ده، بتبت عليه كده عشان الهواء اللي في الكيس يخرج، وبعد كده هوت ببططها، ببطط الكيس بالمنظر ده حبايب قلبي علشان ما ياخدش قلنا مكان في التلاجة او في الفليزر. قسمت ال2 كيلو على 4 اكياس، يعتبر كل كيس خد نص كيلو. الكمية اللي بنحطها في الاكياس على قد احتياجاتك، عايزه تحطي ربع كيلو نص كيلو، هتحطي كيلو براحتك. طريقه سهله وبسيطه ولا لا؟ قلنا كذا مره احنا ما بنعملش الصعب حبايب قلبي. صدقوني التفريزه دي للباميه حلوه جدا، اتمنى تجربوها حبايب قلبي.
على فكرة أنا ما بحبش تفريز الخضار بتاتا، أنا بحب دايما الخضار فريش. أنا فرزت البامية دي بناء على طلب مرات ابني عشان هي اللي بتحبها دايما في البيت. خلصنا الأكياس بالطريقة دي، هيتحطوا في التلاجة في الفريزر. طريقة سهلة ولا لأ؟ ما فيهاش أي حاجة وما خدتش معانا أي وقت حبايب قلبي. يلا بقى أسيبكم في رعاية الله.